وصلت طائرات نظام وروسيا غاراتها الجوية على مدينة حلب وريفها موقعة المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، في حين لازالت المنطقة الشرقية من المدينة معزولة عن ريفها بفعل الحصار الذي فرضته قوات النظام عبر استهدافها المستمر لطريق الكاستيلو. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. لم تعد تلك المشاهد والصور مجهولة المكان، فمن غيرها حلب التي تحتضن مشاهد الموت والدمار. 14 يوما والمدينة معزولة عن أريافها بفعل الحصار الذي تفرضه قوات النظام. يتناوب هنا طيران النظام وروسيا على قصف أحياء المدينة ليزيد ذلك من معاناة الأهالي المحاصرين. غارة جوية ضربت ظهر اليوم السبت حي الصالحين محيلة ثلاثة مباني إلى ركام. ما زالت فرق الدفاع المدني تسعى إلى إخراج من تبقى حيا من بين أنقاضها. أضرار مادية وأدى شهداء وأدى جرحى، لحديت الآن لحديت هاللحظة ما زالت فرق الدفاع المدني ومنظومة الإسعاف تشارك لنخلص جرحى، وما زال فرق الدفاع المدني يطالعوا هالشهداء. في منطقة أخرى هنا لم تتوانى الطائرات الحربية عن استهداف تجمعا مدنيا على أحد أفران الخبز. الله أكبر، كرشي ظالم، الله أكبر، كرشي ظالم. حي الفردوس كان أيضا هدفا للطائرات الروسية بغارتين جويتين أسفرتا عن استشهاد ثلاثة نساء وطفل، إضافة لوقوع أضرار كبيرة في منازل أهالي المنطقة. استهدف الطيران الحربي حي الفردوس، استهدف التجمعات، اكبر تجمعات هون في فرن. نحن هلا بوضع حصار، عم بصير تجمعات كثيره على الفرن مشان ماده الطحين والخبز. استهدف اكثر تجمعات، هلا في عندنا ست عائلات تحت الانقاض، في عندنا هون ضربه، وفي عندنا على الشارع الرئيسي بالفردوس كمان ضربه. لم يخرج احدا اليوم للتنديد او القلق، لكن الامم المتحده دعت اطراف النزاع الى تفعيل هدنه فوريه لاجلاء المدنيين من حلب، هدنه لم تلقى اذانا صاغيه، فالطائرات ما زالت تجوب السماء وتقصف الاهداف السكنيه، معلنه خرق اي هدنه يمكنها من العوده الى مطاراتها العسكريه. وللحديث أكثر أعزائي المشاهدين عن الأوضاع داخل مدينة حلب معنا عبر سكايب من حلب مراسلنا أحمد المحمد. أهلا بك أحمد، بداية ما هي آخر التطورات الميدانية اليوم في حلب؟ أهلا بك أحمد. نعم أحمد، جددت الطائرات الروسية الحربية والسورية غارتها على مدينة حلب، حيث استهدفت الطائرات الروسية حي الفردوس بصاروخ مظلي أسفر عن وقوع 4 شهداء وعدد كبير من الجرحى. أيضا حي الصالحين نال نصيبه من ذات الطائرة الروسية وأدى إلى استشهاد أيضا 4 شهداء. طبعا الجدير بالذكر أن الأماكن المستهدفة أو التي تم استهدافها هي أماكن لتوزيع مادة الخبز على المدنيين. أيضا حي القاطرجي والشعار نالوا نصيبهم من قصف الطائرة الحربية بعدة ألغام بحرية، ما أدى إلى استشهاد إلى الآن الحصيلة 7 شهداء وقابلة للازدياد إلى الآن، ما زال هناك عالقون تحت الأنقاض. أيضا الشيخ خضر والحيدرية براميل متفجرة ألقاها الطيران المروحي على تلك الأحياء، اقتصرت أضرارها على المادية. أيضا مساكن الفردوس ومنطقة جسر الحج استهدف الطيران المروحي بعدة ألغام بحرية محملة بغاز الكلور، سجلت إحدى المشافي حالات اختناق ناتجة عن هذا القصف. أيضا كرم الميسر غارة اقتصرت أضراره على المادية. إن أتينا إلى المحاور الشمالية من المدينة فكثفت الطائرات الحربية وأيضا المروحية وأيضا المدفعية رماياتها وضرباتها على كل من دوار الجندول ومنطقة الكاستيلو ومعامل الشقيف وأيضا حندرات والملاح وأيضا بني زيد. إن انتقلنا إلى الريف فسجلت 6 غارات على حور، أيضا عنجارة، أيضا قبتان الجبل، وأيضا على مدينة الأتارب، حيث أن جاءت الأنباء بأنه قد خرج المشفى تماما عن الخدمة. طيب أحمد، ماذا عن أوضاع المدنيين داخل المدينة مع استمرار انقطاع طريق الكاستيلو اليوم 16 على التوالي؟
نعم، اليوم هو اليوم 16 كما قلت على التوالي من فرض النظام والميليشيات الموالية له استهداف طريق الكاستيلو لمنع المدنيين من الوصول إلى خارج مدينة حلب لجلب احتياجاتهم. أسواق حلب مغلقة تماما نتيجة شح المواد الغذائية وأيضا مادة المحروقات. حالات مأساوية يعيشها أهالي مدينة حلب من انقطاع أدنى مقومات الحياة لديهم وأيضا من كثافة القصف المتكرر واليومي على تلك المناطق. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من حلب مراسلنا من هناك أحمد المحمد. شكرا.